ليا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهليج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو الشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير يا أطفال، وش راكم؟ راكم مهالين بهذه الرسومات الجميلة وكمال. إذن يا أطفال مرحبا بكم في حصتكم المفضلة مع عمو يزيد. في هذه الفترة يا أطفال كاين يوم عالمي مهم جدا. أعطيني الميكرو بيبو. بوبي أعطيني الميكرو. شكون يقدر يقول لي واش يصادف يوم أول جوان؟ شكون؟ تعالي بنتي روحي روحي أروحي الشابة أروحي منها بنتي. واسمك؟ هديل. هديل وين تسكني هديل؟ في مزونة. مزونة ولاية؟ غليزان. غليزان تصفيق على الناس غليزان. مرحبا بك بنتي. واش يصادف يوم أول جوان بنتي؟ عيد الطفولة. عيد الطفولة برافو بنتي برافو تصفيق عليها تصفيق عليها تصفيق عليها. يوم أول جوان هو اليوم العالمي للطفولة. اليوم العالمي للطفولة يومكم يا أطفال، اليوم اللي نتوقفوا فيه باش نتكلموا على حقوقكم وكامل. ما نساوش كذلك الأطفال اليتامى والأطفال المحرومين، لازم دائما نتفكرهم. كاين كذلك هذا الشهر الفضيل اللي رانا فيه هو شهر رمضان المعظم. واش رأيك من افتتحوا هذه الحصة، أول حصة عمو يزيد في شهر رمضان المعظم، بآيات بينات من ذكر الله الحكيم مع الطفل رمضاني محمد، راح يتلو علينا آيات بينات من الذكر الحكيم. تفضل تفضل محمد. مرحبا بك محمد، وش رايك؟ لاباس؟ إذا تفضل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. شكرا 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 محمد شكرا. إذا صدق الله العظيم. شهر رمضان هو شهر التوبة والغفران. شكون يصوم في شهر رمضان هنا؟ برافو 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 برافو. تصومي في رمضان مليح. يا أطفال رمضان شهر التوبة والغفران. ومن بعد عمو يزيد أود لكم مفاجأة لهذا الشهر الفضيل هذا. قبل هذا الشيء راح نروحوا لغز اليوم. تحبون الغاز؟ إذن لغز اليوم يقول: من هو الشخص الذي تنحلي له كل الرؤوس؟ إذن شاطرين شاطرين يا أطفال، فكروا حتى إلى غاية نهاية الحصة. أنتم وأصدقائنا اللي رم يشاهدوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز عبر موقع الانترنت باش يربحوا هدية جميلة بهذه الطريقة. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن فكروا إلى غاية عندك الجواب، ولكن لازم تحتفظ به حتى نهاية الحساب باش أصدقائنا الآخرين تاني يفكروا. بهذه المناسبة شهر التوبة والغفران شهر رمضان، نور الهدى راح يدينا بحث عن الصديق. شكون يقول لي أول الخلفاء الراشدين؟ أول الخلفاء الراشدين. تعالي بنتي تعالي. واسمك بنتي؟ هيبة. هيبة وين تسكني؟ في ولاية تيبازا. تيبازا. واش عندك في يدك هيبة؟ واش هو هذاك؟ كادو. كادو لمن؟ ليك. اه العمو يزيد، جيبي نشوفوه، جيبي نوروه الاصدقاء. نشوفوه.
حسنين نشوفوا الكادو تاع هبة. اوه هذا كادو جميل جدا جدا جدا. نوروه لاصدقائنا. شوفوا يا اصدقاء صوره جميله، بالك فاجاتيني بها. وقتاش تصورنا هذه الصوره؟ ما شفتيش؟ صوره جميله جميله. شكرا شكرا بنتي. اذا بوبي احتفظ لي بهذه الهديه هذه في الدار، فوالا خبيها لي مليح. شكرا بنتي شكرا شكرا. بوسي عمو. شكرا شكرا. اذا من هو اول الخلفاء الراشدين؟ هو ابو بكر الصديق. ابو بكر الصديق رضي الله عنه. شكرا شكرا بنتي. اذا نور الهدى راح تديرنا بحث عن شخصيه ابو بكر الصديق اول الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. اذا تصفيقه على هدى. تفضلي تفضلي هدى. مساء الخير يا اطفال. يمجد نحكي لكم على الصحابي ابو بكر الصديق رضي الله عنه. ابو بكر الصديق رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمر وابن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القريشي التيمي. يلتقي نسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم عند مرة بن كعب. يكنى بابو بكر، وهو اول الخلفاء الراشدين واول المبشرين بالجنة. ولد بعد عام الفيل لعائلة كريمة عزيزة في قومها، نشأ فيها نشأة طيبة. والده عثمان يكنى بأبي قحافة، وأمه سلمى كنيتها أم الخير وقد أسلمت مبكرا. لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصديق لكثرة تصديقه له، وأجمع الكل على صدقه، فقد كان أول من أسلم من الرجال، فكان أول المصدقين له ولدعوته. تزوج أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أربعة نسوة، هن قتيلة بنت عبد العزة، وأم رومان بنت عامر، وأسماء بنت عميس، وحبيبة بنت خارجة. أنجبنا له ثلاثة ذكور وثلاثة إناث، وهم عبد الرحمن وعبد الله ومحمد، وأسماء ذات نطاقين، وعائشة أم المؤمنين وأم كلثوم. وأولاده أسلموا جميعهم، فكان بيته بيت إيمان وأهله أهل صدق وإيمان. توفي رضي الله عنه في 22 من جماد الآخرة سنة 13 للهجرة، وقد أوصى أن يدفن بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان له ذلك، وأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس. وكان آخر ما تلفظ به في حياته قبل ارتقاء روحه الآية القرآنية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، سورة يوسف الآية 101. وكان يوما حزينا بكى فيه الناس لفقدانهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول المصدقين له وأكثر الناس إيمانا وإخلاصا، رضي الله عنه وأرضاه. شكرا 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 هدى. شكرا 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 هدى. يا أطفال وش رأيكم عمو يزيد لكم أغنية جميلة بمناسبة هذا الشهر الفضيل؟ هي نقول فيها رمضان جاء. تغنوا كامل معايا؟ يلا رمضان جاء لكل المسلمين. إذن رمضان. رمضان 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 جاء النور والهدى، كم المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء. رمضان 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 جاء رمضان 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 جاء للمسلمين أتى ينادي رمضان 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 جاء فيه الهدى خير للعباد رمضان 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 جاء في
فيه مغفرات لمن أراد. رمضان 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 جاء، كل الرحمات وأجر زيادة. رمضان 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 جاء، طل هلال طل في السماء. رمضان 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 جاء، بالنور والهدى كام المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء. رمضان 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 جاء، رمضان 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 جاء. وعتق من نار وجنة عدن. رمضان 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 جاء، وبعد كبير للشيطان عني. رمضان 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 جاء، طل هلال طل في السماء. رمضان 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 جاء، بالنور والهدى كامل المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء. رمضان 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 جاء، رمضان 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 جاء. أجواء جميلة وأنا مع أهلي. رمضان 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 جاء، فبعد صيام نفطر ونصلي. رمضان 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 جاء، طل هلال طل في السماء. رمضان 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 جاء، بالنور والهدى كامل المسلمين سعدنا باللقاء سعدنا باللقاء. رمضان 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 جاء، رمضان 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 جاء. برافو 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 برافو. يا أطفال تحبوا ألعاب الخفة؟ إذن كامل تعيتوا معايا لعبوا نسيم اللي جانا من مدينة شرشال. تصفيقة تصفيقة العمو نسيم، تفضل تفضل. تصفيقة العمو نسيم، تفضل تفضل عمو نسيم، تفضل. شكرا 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 عمو نسيم، شكرا 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 عمو نسيم، شكرا شكرا. إذن يا أطفال درك عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الطفل والجد، يلا كمل معايا.
يا أطفال، كما وعدكم مقبلة، عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الطفل والجد. واحد النهار في قديم الزمان، واحد الطفل كان عايش مع جده، كان عايش مع جده في البادية. وهذاك الطفل كل يوم يروح يصعد على واحد التلة هكذا مع الصباح، ويستقبل أشعة الشمس، ويحس لما تدخل هذه أشعة الشمس في جسمه كامل، يحس بروحه باللي هو قوي، باللي حاجة ما تقدر توقف ضده، باللي عنده قوة هكذا، يعني بلا ما يعمل بلا والو. وجده كان يعمل في الحقل هكذا كل يوم وكامل، وكل يوم يتكلم معاه يقول له يا وليدي الحياة هذه لازمها شوية عمل، لازم بعد. هو يقول له لا أنا قوي بأشعة الشمس وكامل، وكل يوم يروح هكذا يستقبل أشعة الشمس ويحس باللي هو قوي. واحد النهار رفد هكذا شجرة كانت ماتت، نحى منها هكذا بعض الأطراف وغرسهم في الأرض، قال أنا بالقوة نتاعي بدون يعني بدون جذور وكامل، قال بالقوة نتاعي راح نغرسهم وراح ينبتوا. ومن بعد شاف غدوهم ذاك شهر من بعد بلي ما نبتوش، بعد قعد هكذا أنا قوي كيفاش ما قدروش ينبتوا هادو. وجده دائما يقول له يا ولدي لا لازم الجد، لازم العمل، لازم. ومن بعد واحد النهار جا رجع للدار هكذا، قالوا له بلي جدك مات مسكين مات، قال لهم انا جدي مات، قال لهم لا قال لهم انا قوي دوك انا نرجع له هكذا. وراح عند جدو حكم يدو هكذا وقال له يلا يا جدي استيقظ. هو عم بالو القوه نتاعو هذيك تاع اشعه الشمس وكامل، كان عايش في الخيال، هو عم بالو بلي القوه تجيك هكذا بدون عمل بدون اي جد. بعد كي شاف بلي ما قدرش يرجع الروح والحياه الجسم تاع الجد نتاعو، تما عرف باللي في الدنيا هذه العمل والجد هو اللي يجيب نتيجة. الإنسان ما لازمش يكون عايش في الخيال يقول أنا أقوى من كاع الناس، أنا قوي، أنا ذكي ما لازمش نقرأ، نعرف كلش، أنا قوي. العمل والجد هو الصح. إيه عمو يزيد، صافي لازم دايما الإنسان يعتمد على نفسه ويتسلح بالمعرفة والعلم. بالضبط، تصفيق على بوبي. إذن يا أطفال، الإنسان لازم دائما يتسلح بالعلم والمعرفة والجد في العمل، هو اللي يجيب نتيجة، ما لازمش يكون عايش في الخيال. يا أخي يلا معي، عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ برافو. دركا لحقنا الفقرة اللي نحبها بزاف أنا، وين تجوا لهنا لعندي تحكوا لي النكت نتاعكم. شكون يحب يحكي لي النكتة؟ شكون؟ تعالي بنتي ارواحي، تعالي تفضلي. واش راكي؟ مليح. انت اللي جبتي لي الهديه. ايه شكرا. عاودي ذكريهم باسمك. هيبه. وين تسكني ثاني؟ في ولايه تيفازا. تيفازا، احكي لنا النكته تاعك. وسأل المعلم التلميذ الصغير كيف قضيت العطله؟ قال له قضيت العطله اجمع الاحذيه. قال المعلم كيف؟ قال تلميذ الأحذية التي يتضارب بها ماما وبابا ويرميانها في بعضهما. برافو. تعالي واسمك؟ تقوى. وين تسكني تقوى؟ في ولاية ميلا. جيتوا من ميلا، خير الناس. تحية الناس ميلا وأطفال ميلا. وش راكي بنتي، لاباس؟ احكي لنا الحكاية تاعك. النهار واحد جشعه قالت للمعلمه ديالو جيب ستيلو حمر، راح للدار قال لها لمو هاتي لي طيبي لي دجاجه محمره غدوه. راح عند المعلمه تاعو قالت له جشعه كتبوا الخلاصه. من بعد كي كتبوها من بعد قالت له كي وصلت له المعلمه قالت له جشعه وين انت؟ قال لها انا في ابو عنقوق. برافو. جيبو يحكي لنا النكتة تاعو. بس نشوف، حطو منا هو. اي فوالا هكذا، ارجع شوية. برافو. واش راك وليدي؟ لاباس. واسمك؟ سركال محمد امين. الله يبارك. وين تسكن؟ فوردلو. وين؟ فوردلو. خيار الناس. خوك هذا واسمك انت؟ زركال مروان.
مروان واش راك مروان لاباس؟ الحمد لله. سخنوا فردلو؟ اه. راكم متهلين فيه؟ اه. شاطر باين ها؟ شاطر. واش واش حبيت تقول لنا؟ قال لك واحد الولد بزق زلق ناض 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 راح طاح. برافو برافو. هيا برافو خليه معايا. شكرا شكرا. شكون اللي عنده كذلك نكته ولا اغنيه؟ تعالي تعالي. واسمك؟ ماريا. احكي لنا الحكايه تاعك. نغني لكم. اغني لنا. عصفوري كفك بار عصفوري فوق الاشجار انزل انزل يا عصفور تاكل حبه وتريش تشيب 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 تشيب. برافو 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 بنتي برافو 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 برافو. تفضلي 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 لمكانك. برافو برافو. يا اطفال بما اننا في شهر التوبه والغفران في شهر رمضان على بالي بلي الاطفال وكامل يحبوا يعاونوا والديهم في المطبخ. شكون يعاون والديه في المطبخ؟ على بالي. شاطرين شاطرين شاطرين. احنا اليوم جبنا لكم نور الهدى درت لنا درت لنا اكله راح نكتشفوها مع بعض. اذا تفضلي نور الهدى تفضلي تفضلي. نروحوا نكتشفوا دركا الاكله مع نور الهدى. يلا تصفيق على نور الهدى. واش راكي نور الهدى؟ لاباس لاباس الحمد لله. رانا في شهر رمضان على بالي بلي الاطفال كاع يحبوا يعاونوا والديهم وكان في المطبخ يحبوا هكذا يديروا سات خفاف خفاف ضرب كما يقولوا. واش درتي لنا؟ اولا مساء الخير يا اطفال. بمناسبه حلول شهر رمضان الكريم اليوم جيت نقدم لكم تحليه هكا صغيره كريم ديسير. يلا كريم ديسير. بسم الله نبداو بالمقادير. عندنا نستعملوا نص لتر حليب و 3 مغارف كبار سكر ومغرفه كبيره كاكاو ومغرفه كبيره ونص تاع نشا مايزينا ومغرفة صغيرة تاع لافاني. وعندنا للتزيين نسحقوا لاكريم شونتيي ولوز ايفيلي. لوز ايفيلي شرائح اللوز. شرائح اللوز واش نضربوا؟ نص لتر حليب. نص لتر حليب رامي. بون الاطفال اللي يكون عندكم باش للمقادير باش تعرفوا ديروا نص لتر يا نور. احنا كنتي موجوده نص لتر. اه داكور. ونفرغوا له 3 مغارف كبار سكر نحطوهم فوق. 3 مغارف كبار سكر نزيدوا كاكاو. هي مغرفه كبيره تاع كاكاو. دوك نذوبوا السكر في الحليب. اه المغرفه تاع الكاكاو هذه مغرفه كبيره. داكور. نذوبوا الكاكاو ثاني. نزيدوا مايزينا مغرفه ونص. مايزينا مغرفه ونص مايزينا. ولافاني نص مغرفه. نص مغرفه تاع لافاني. دوكا نخلطوهم. بعد نحطوهم في قاطرونا باش تغلاو. اوكي شحال يتغلاو وقت؟ حتى حتى يغلى. اها حتى لا لا حتى يولي لك شغل خالط متماسك. اه متجانس. نخلطو سيدي هو يطيب وحنا نخلطو هكذا. اه هنا ديك نحطو حتى يتغلى شويه بعد هذيك يولي لنا شغل عاقد يولي خالط. يعقد شويه خالط متجانس. اها نحطوه في كؤوس تقديم. ايه ونحطوه في الثلاجه من 3 الى 4 ساعات حتى يبرد. دوك كيفاش يرجع؟ يولي لنا هكا. اه جبتيهم واجدين. هاي 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 اه ودوكا نحل طريقه التزيين. هاد لا شونتيي يكون هكذا واجد. اليوم او مو عندي تحليه تاع الفطور اليوم. هيا ونزينو بحال
تزين كل واحد كيفاش يحب قارب. ايه صوت هذه وحده وحده هكا. برافو 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 برافو. ومن بعد واش نديرو؟ نزيدو لهم فقط اللوز. نزيدو لهم اللوز. برافو برافو برافو. تفيق على نور الهدى. برافو اذا نور الهدى يعطيك الصحة. شكرا شكرا. الله يخليك. اذا كانت هذه كرم ديسير. اذا شكرا لنور الهدى على هذه التحلية الجميلة هذه. لغز اليوم قال: من هو الشخص الذي تنحني له كل الرؤوس؟ شكون يعرف الجواب؟ شكون يعرف الجواب؟ تعال 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 تعال. واسمك وليدي؟ مبارك عبد الهادي. واسمك؟ عبد الهادي. عبد الهادي. وين تكون عبد الهادي؟ في بيرتوتا. في بيرتوتا. وش هو الجواب؟ الملك. الملك. لا لا، حتى الملك ينحني لهذا الشخص. تعالي بنتي. تعالي. واسمك بنتي؟ هاجر. هاجر. وين تسكني هاجر؟ في ولاية ميلا. ميلا كذلك. خيار ناس. واش هو الجواب؟ الحلاق. الحلاق. الحلاق تنحني له كل الرؤوس. هو الحفاف، يعني حاجة سهلة وبسيطة. إذن الجواب على اللغز كان الحلاق الحفاف. هاجر تعالي خذي الهدية تاعك عمو يزيد. خلي بنسى. إذن هاجر الهدية تاعك عمو يزيد. حنا الشاطرين دائما نعطوهم هدية. عندك قبعة مع عمو يزيد تحميك من أشعة الشمس الضارة، وكذلك سيدي فيه 22 أغنية لعمو يزيد، وعندك تاني نبولة روز فيها عمو يزيد كي تنس فيها كيما هادو اللي راهم هنايا. تفضلي بنتي. تفضلي. العفو بنتي العفو. بالتوفيق بالتوفيق. يا اطفال حصه عيد الميلاد لعمو يزيد كيما قلنا لكم كي تجمعوا خمس قسيمات من علب حليب رامي وتبعتوهم الى صندوق بريد 42 الف ستوالي الجزائر العاصمه باش تحضروا معنا. اذا اليوم معنا شوقي. شوقي اللي جمع القسيمات وبعثهم على العنوان البريدي. تفضل شوقي راح نديروا له عيد ميلاده. تعال شوقي. يلا تعال شوقي. ارواح ها وش راك شوقي لاباس؟ عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها.
نصفق ونغني له واجمل هدايا يهدوا له هيا نصفق ونغني له سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل برافو 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 ادناو خلو شوقي يطفي الشمعة تاعو ادناو هكذا فوالا اذا شوقي تحسبوا كامل معايا ربعة ثلاثة اثنين واحد طفي 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 الشمعة برافو 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 اذا شوقي قطع هكذا في النص قطع هكذا تقدر تقطع هاك احكم الموس فوالا مع مو يزيد هاك فوالا تصفيق عليه برافو 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 شوقي فوالا برافو تصفيق عليه اذا شوقي مبروك عليك عمو يزيد يهدي لك شهاده المشاركه في حصه مع عمو يزيد هاك احكم هذه وكذلك رامي راعي الحصه يقدم لك هديه عيد الميلاد اللي هي ستون تابلت ان شاء الله تستفاد بها يا اخي شوقي برافو اذا وانا ما بقى لي الا نقول لكم ابقوا على خير استنونا في الاسبوع المقبل على نفس التوقيت على نفس القناه نحبكم يا اطفال حزن وحن الوداع يا اصدقاء كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء لا تحزن وحن الوداع يا اصدقاء كل الايادي إلى اللقاء لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع